داليا يا داليا، شو عملتي على المسرح؟ شفتي؟ I am happy، مبسوطة بتفاعل الجمهور، مبسوطة أني أنا أصلاً جزء من الحدث هذا العظيم بإكسبو. يعني أول مرة بحضرك لايف هيك، بكون قاعدة عم بستمتع بكل أغنية، متعة. يا حبيبتي انتي، انا كنت مستمتعه، حسيت اني قد ما الجمهور متفاعل اني انا قاعده في النص بينهم. الحمد لله كانت حفله ناجحه، انا مبسوطه. تقول وحشني صدر، طيب شنو اللي مانعك؟ حسسني حالك منتهي، كلش غيابي واجع، سهل الحكي بس الفعل غيابي وجعك. خبرينا عراقي، التفاعل كتير كان مع الجمهور عليها، شو الأصداء عم تسمعي برات؟ الحمد لله الحفل. الحمد لله سعيدة وراضية جدا، فهي لها أسبوعين بس نازلة وعملت يعني I hit 1 million في أسبوع، أقل من أسبوعين. يس سو أغنية ناجحة الحمد لله. الحمد لله أنا متفائلة بهالسنة عموما، قالوا سنة الحوت سو أنا داخلة بقوة، عرفتي. بس أنت كتبتي بوست وقلتي إنه هيدي من أحب الأغاني على قلبك، ليه؟ وأغانيك الباقية كلها اللي كلنا بنحبها، كلهم بحبهم من أحب، يعني مش الوحيدة اللي بحبها. ليه؟ لأنه هالأغنية عندي من سنتين وزيادة، يمكن من سنتين وستة شهور، يمكن حتى أكثر. مخبيتها في قلبي كثر ما أحبها، ولما سمعوا الناس عرفوا ليش فيها كذا شيء. أغلبه خليجي ولكن تفاعل بشكل رهيب على يلي يمشي يمشي عادي. صح، ما هي أغنية عربية بامتياز. الحمد لله أول ما نزلت كانت مكسرة الدنيا بالأردن وبمصر بالسودان باليمن بالخليج كله، يعني الحمد لله الحمد لله. ثالثة مصرية عم تتحضر ولا شو؟ طبخ. أنا صورتها جهزناها، حروح أركب عليها صوت يمكن بعد شوي، يمكن اليوم يمكن بكرة، ما ندري عن. يلا شو بتقول شو بتقول شو بتقول شو بتقول؟ أولي كل حاجة مصممة تفكرني بي، قالي وحدي ببقى خايفة بس ده خوفي علي. بس ما نحرقها على فكرة، وقت ذاكر ذاكر كمان غنيتي لي منها قبل ما تنزل. شو رأيك فيني؟ تحبيني ولا ما تحبيني؟ أنت بتحبيني. أحبك أنا أكيد يا